السؤال رقم واحد في عهد الرسول، من التي كانت تكنى بأم أبيها؟ كانت تكنى تعرف بأم أبيها. كنية نتاعك كيما انت مثلا، كنية نتاعك زيدو، فهمت؟ محمود مثلا كنية نتاعو الخفيف، فهمت؟ شكون اللي كانت الكنية نتاعها أم أبيها؟ زيد. والدة الرسول سيدة. والدة الرسول سيدة؟ آمنة. آمنة. برنس. والله أنت البارح قلت راهو سمعتك، بنت النبي عليه الصلاة الشيخ وقت اللي تتحاور فيه. بنت يدور يا أخوي، مشيت نطلع قال يا أخويا بنت الرسول. بنت الرسول ناس. سيدة خديجة. مرت الرسول. حاتم. فاطمة. فاطمة بنت الرسول. محمود. بنت الرسول فاطمة رفيق. هي فاطمة الزهراء بنت الرسول. جواب صحيح. حاتم محمود ولا برنس سميت بنت أبي أم أبيها عفوا لاعتنائها بوالدها بعد وفاة السيدة خديجة، وكانت من أقرب الناس لقلب الرسول فاطمة الزهراء. الجواب السؤال الموالي عفوا السؤال الموالي الا بنت محمود يحبوا امها. بالعكس. الاكسبسيون الوحيدة. الاكسبسيون الوحيد. السؤال الثاني. عدد ابناء الرسول قداش؟ سبعة. هما القاسم ابراهيم وعبد الله، هذوما الاولاد. ماتوا. توفوا. الله يرحمهم. الاربع بنات شو اسمهم؟ يتكلم حد زيد. عنده اربع بنات الرسول. فاطمة الزهراء اللي كنت تسمي فيها. والثلاثة الاخرين رفيق ما نعرفش باش نعطيها اسمها. بالحق ما شنو ما نعرفش. ما نعرفش. عطي محاولة. فاطمة شكون؟ مريم. ايه. أربعة هما يلا. أربعة مريم. مشيش رفيق راهو. يا ودي سمي عادي بنات الرسول صح ولا غلطين؟ مريم. وهكا ونسيت رفيق. ونسيت ناصر. فاطمة وعايشة. خديجة. خديجة. وهذيك شنو؟ برنس تعرف ولا؟ لا فيسع. يلا فيسع. فاطمة آمنة منى وعايشة. منى. منى بنتك بنت. منى بنت الرسول منى. حاتم تعرف ولا؟ استنى محمود مرة بمرة. ابدا. لا فاطمة. قول باهي. فاطمة. رقية. رقية. باهي نكملهم نعرفهم راهو. ميساج. نزيد كم والله باهي يعطي واحدة. لا 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 ما يعطي حد شيء. جاوب أنت. بتول. بتول. وزينب يظهر. بتو منين جبتو؟ والله هيك بنت عمتي عندها بنت رفيق. رفيق تليفون اخضر والله. فاطمة رقية زينب وام كلثوم. درس. برافو. فاطمة رقية زينب وام كلثوم. الجواب صحيح. يا معلم الجواب صحيح. حاتم مغلوط فيه حتى واحدة. نقطة كاملة تمشي لحاتم بالحق. راه سي با فاسيل دو روتونير اربع اسماء. مخبي التليفون وتحت الورق. يا ودي ما يعرفش حتى اسمها تورث. مش علينا. عطيت ثلاثة صحاح، حاتم عطى أربعة. أربعة. معناها حتى كتب لي أنت أون فورم. يجي حاتم أون سوبر فورم باش يعطي الجواب. يا خويا. عطوهم يشكل. برافو عطوهم. برافو يا عادل. السؤال الموالي يلا. من هو النبي الذي كانت معجزته تحول عصاه الى ثعبان؟ نتكلم حد ناس. سيدنا موسى. موسى. برنس. يا ولدي قال له القي بعصاك. شكون؟ بتاع عيسى. عيسى. حاتم. موسى. زياد. موسى. محمود. ما عادش بجيو. موسى. نحي له الميكرو. موسى. نحي له الميكرو. انتهى. موسى. قلت؟ موسى. 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 عندنا واحد عيسى البرنس. اسمع يا رفيق شيقها. الجواب صحيح. هو سيدنا موسى. برافو. وي برافو يا صورة يا معلم. صورة. قول له علاش نعرفه. يا رفيق والله المعلومة هذه قالها لنا الشيخ قبل ما ندخل. والحاج تبارك الله عليه ولا يضيع. خلينا نقولها والله قبل ما ندخل. ما هو السؤال معناه واحد بيان سير ربي يهدينا الكل وربي قربنا ليه ويزيدنا في طاعته. اما في عمر معين معلومات هذوما واحد تلمو يكون قرا قران نورمال يرسخوا في الذهن. فهمتش انا الحاج قداش حاج بالانجلي بالانجلي وديما نقول لي نعمل في الخدمه ويقول لي دعيتك نقول له بربي لا تدعي لي حاج دقدقني تدعي لي بالغلط. شوف انت تتكلم على سيدنا وعلى القران وكل شيء وحطوما اللي انا كنت نشكر فيه يقول لك بالانجلي بالانجلي شنو بالانجلي في البي بي سي. حاج ما تحسش مقلق انك ما تعرفش معناها. لا نعرف يا ولدي قبل ما ندخلوا بسكوندا كنا مع الشيخ علي قلت عيسى. علي قلت عيسى هيك علاش خاطر المتلقي يسمع جواب غلط.
بعداش كي يسمع صحيح يقول اخويا الحاج هندنا خاطر يسخبوني انا صحيح. رفيق لا حول ولا قوه كيما يلا السؤال الموالي، من هو الملقب في القران بذي الاوتاد؟ تكلم حد نصر. سيدنا عمر. سيدنا عمر ذي الاوتاد. برنس لحظه لحظه زياد يظهر لي ذي الاوتاد. يظهر لي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف ما تكلمش حاجه. حاتم. يظهر لي فرعون. فرعون. برنس. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. قال له الحاج ما يعرفش. ثم كرنيكور خامس كان يحب يجاوب. نقول سيدنا يوسف. انا ما نسميش فضيحة. ثم كرنيكور خامس كان يحب يجاوب. فرعون انا مش بيني ماشي في بالي ثمود انا. ثمود الذين جابوا الصخرة في البيت. انت دوك ثمود. فرعون ثمود. والله نعرفها ثمود. تعرفها ثمود. حاج قلت فرعون. ما حاتم قلت فرعون. وقت اللي حاتم يتكلم فالنونسنت جواب صحيح. حاتم وفرعون قلنا الاوتاد الجواب صحيح. برافو برنس. شبيك ما سهلت ليش يا ولدي عندك كان رجال قدرة الاله. والله برافو حاتم والله بالحق شوي اجري يا برمون سوربري. لا لا سيرتو في الدين معناها ما شاء الله لانه باهي معناها كي يبدا عنده فكره هكا الحمد لله. قريب قريب يوسف قريب يوسف ولما شبي زياد لا بالحق حاتم اي جرون جرون سان جرون مسيو جرون والله جرون مش تتفسي محمود واقع محمود بالجوجل وشيء احلام اسمع باش يتيح والله باش يتيح 5:30 والله سي والله كاو. السؤال الموالي السؤال الموالي يرحم والديك 25 تو تحبوا رسول احاديث احاديث قدسيه تاريخ انبياء تاريخ اسلامي احاديث رفيق التفسير والله باين تاع الاحاديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الف لا يزيد كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. قال برشا في الميزان. اكزاكتومون. شنو مزيد؟ استغفر الله والحمد لله. ناصر. استغفر الله والحمد لله. حاتم. كلمتان مش جملة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. تشكون كلمة مركبة معناها. الحمد لله. واستغفر الله. حات مع برنس سمحت. اللي تقول فيهم انت كل يوم يا ناصر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الجواب صحيح محمود والبرنس. كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. اكثر من قولهم الناس اللي تسمع فينا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اكثر من الاستغفار يفتح ابواب الرزق ويفتح باب الخير وربي ان شاء الله يعطينا وينزل علينا من خيره في شهر رمضان المعظم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم باموال ويجعل لكم جنات وانهارا. الايه تنقراها بعد شويه باش نحضرها الكل ولكن فضائل الاستغفار كبيره دونك نستغلوها. السؤال الموالي كيفاش المؤمنين الصحاح تكلمتش توا هذا السؤال الموالي تجي كوره خاطئه هذاك المؤمن الصحيح والمؤمن الغالط الفارس. السؤال على شنو يحكي فيه؟ على الاقل نحن ما تكلمناش اللي هو جاوب صحيح تو عملنا يهرب بيه في النتيجه رجل معاش برشا 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 6-1 مازال. السؤال الموالي من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليفعل هذا الشيء فليفعل هذا الشيء. اذا كان ربي تحب يحلك في بيبان الرزق وكي تموت تقعد الذاكره نتاعك بها يقعد فلان يترحموا عليه الله يبارك له الله يرحمه والله شنو يزمو يعمل فليفعل. زيد الصدقه الراف الصدقه. ناصر يزكي ويصدق. حاتم الزكاة. حاج الصلاة والصدقة. ما ها اي تبارك محمود
خلي صغار يجيبوا لك دعوة الخير، معناتها هكا يظهر لي نعرف صغار ابن مبار ابن مبار. لا هذاك إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاري وعلم ينتفع به وابن صالح يدعو له. موضوع آخر. أما أنت باش يبسط لك الرزق وأنت حي ويؤثر في لك معناها ويلسأ لك في الأثر بعد لا تموت، أما رزق وأنت حي شنو الحاجة اللي تعملها؟ قال عليه الشيخ البارح في الدرس نتاعو مادام قال عليه التقوى. التقوى ليست التقوى، شكون ما جاوبش؟ انا احنا لا جاوب حاجه كلنا نقصروا فيها وهي مهمه جدا 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 جدا، والرسول حسن الخلق منها واكد انه حتى في السيرات، حتى في السيرات موجوده حسن الخلق وستكون فاصله. ربي يرحمنا ويرحم الجميع. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه صلة الرحم. الأجوبة خات عائلتك، أختك، خواتك، أمك، بوك، أقرب الناس ليك، فليصل رحمه. ما تقعدش أنت أخوك ما تحكيوش على الورث 10 سنين، ما تقعدش أنت أمك ما تحكيوش توا على خاطر المشكلة حكي تالي بتاع المعمل، تقعد أمك ما نازل. أنا ما بحكيش مع أمي، كنت تحكي معها بجنب. لا لطف علي. لا والله أنا من أكثر والله 100 مليون تخسر أمك. أنا والله يا رفيق من أكثر حاجتي نخاف منها. أعطيني كونتابيليتي. والله من أكثر حاجتي نخاف منها هي واحد كيغضب أمه. والله انا والله يا رفيق مره صغير امي قلت لها نحب نشي الكاسكيت هذه، قالت لي ليه عايش يا ودي كريز نتاع بكي، وشيت الكاسكيت من يوم تغدوا يبركوني فكوا هذه. اقسم بالله باهي ربي لا يقبل الغابت علي مفعول شويه تعب سامحوني. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذه فوائد الاستغفار ديما نذكر فيها على خاطر كل ما نسمع شيخ ونسمع قداش يغوص في الاستغفار وقداش يفسر فوائد الاستغفار على الرزق، على الصحه، على البيبان اللي تتحل في وجهك، على التقرب من رب العالمين. دونك نحاول نذكر نفسي ونذكر الناس ان شاء الله ربي ينفع الجميع. السؤال الموالي زيدونا، السؤال الموالي: السبع الموبقات زيدون لطيف هما الشرك بالله اي والسحر لطيف وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. ما يخسى حاجة ما يتكلم حد عودنا ناصر. الشرك بالله، السحر، قتل النفس، أكل الربا، التولي يوم الزحف، أكل مال اليتيم. ما يخسى حاجة على السبعة وما ستة اللي سميتهم أنا تاو. سبع الموبقات: بر الوالدين. بر الوالدين في الموبقات. بر الوالدين حاجة باهية ناس. عقوق الوالدين تقصد عقوق الوالدين. إيه باهزية عقوق الوالدين. بذولي كافة عقوق الوالدين كبائر واحد يعسي والديهم هم الكل. مش في السبع الموبقات برنس، هاني قلت مش في السبع. شركوا بالله قال أول حاجة الحاتم. النفاق. النفاق رياضة مالوروزمون مستعملة برشا وفي تونس. قلنا نميمة فقين منش نميمة في بالي قذف المحصنات. جواب صحيح محمود البارودي. قذف المحصنات الغافلات. نقرا في الكومنتير البارح وانا نتفرج معناها على ممثلين وممثلات بوراني على المحصنات، راهو هتك الاعراض على عبد ماسك على وحده عملت ديكلاراسيون حاجه لا تصدق. تقول هذو مسلمين ليه بالحق؟ ساعات تقول هذو مسلمين بالحق، هذو يمنوا انه فما ربي وينجم يكون صايم. راهو هتك الاعراض، راهو السحل، راهو سبين الام، راهو استعمال الفاظ لا تصدق على خاطر فلانه ماسك ولا عملت ديكلاراسيون ولا قالت انا نهاريخ نحب نخو راجل غني. إيه هاتك عرض هلوة هي حرة تحب تخو راجل غني. يا سبحان الله ما ناش حاجتك فيها انت. راهو حاجة لا تصدق. قذف المحصنات اللي هي ولات مالوروزمون رياضة في القهاوي في البلايص الكل. الحديث بعراض النساء ربي سبحانه والرسول يأكد على أنهم من السبع الموبقات، وحطوا في بخاخكم محطوطين مع شنو؟ مع الشرك، مع السحر، مع القتل، مع أكل الربا، التولي يوم الزحف معناه وقت المسلمين في حرب أنت تبعدوا تهرب وتخليهم وحدهم، وأكل مال اليتيم معناه أخطر ستة حاجات نجم نعلمهم في حياتنا معهم قذف المحصنات. ولكم أن تواصلوا في هذه الرياضة هاتك الأعراض وقذف المحصنات في القهاوي والطواول والكريسي وإحنا قاعدين نتفرجوا في التلفزة وفيسبوك وغيره وكذا.